مساء الخير على كل في الجروب، ازيكم عاملين ايه؟ انا والدة الطالب عبد الرحمن. استاذن بس ميس غادة تقعد بودي في الديسك اللي قدام علشان نظره ضعيف ومش عارف يشوف السبورة ولا عارف يشوف مستقبله. شكرا جدا. مساء الخير، انا والدة الطالب كرولوس. معلش بس، هو الناس اللي بتقوله كيريلس، هي مفيش ايه بعد الكاف، هي كرولوس. وثانكس فور اول. مساء الخير، انا والد الطالب مدحت. حابب اقول لوالدة الطفلة نيرة يا ريت تلبسي بنت حضرتك الكولون تحت الجيبة، معاها اولاد في الفصل وهرمون التست زاد الايام دي. انت مش جايه كبارين، انت جايه مدرسه بلا قرف. مساء الزفت عليك يا ابو مدحت. نيره تيجي بكلون او من غير انت مالكش دعوه، مش عاجبك خد ابنك وانقله في مدرسه تانية بهرموناته. بعدين في طفل اسمه مدحت اصلا. مساء الخير، انا والده الطالبه كريستين. ينفع كريستين تيجي في حفله عيد الام عامله فيها كريمه مختار؟ لو سمحت يا ميس غاده، خلي اندرو يبطل يقول لعبد الرحمن انه بيحب حنان عشان اخليه يقول لامك جزرت الحته وابوك كلب الليل. ماشي، يلا سلام. مساء الخير، انا عارفه ان هو طلب بره طبق الجروب، بس انا كنت في المطبخ بعمل كيكه ونسيت احط فيها بيكنج باودر ونفشت مني، زنقتني جوه المطبخ، فياريت اي حد معاه رقم منشئ انقاذ يجي يطلعني يا جماعه. شكرا. مساء الخير، انا والد التيسير. انا مستاء جدا من اللي حصل معاه امبارح من ولاد الفصل. البنت راجعه البيت بفرده ودن واحده، فياريت اللي يلاقي فرده الودن التانيه يجيبها لي علشان دي عهده ووالدها مش هيسكت. مساء الخير يا ميس غاده، لو سمحت لما عبد الرحمن يرمي القلم تحت الديسك وينزل يتفرج سيبيه يتفرج براحته، يا اما بقى حضرتك تجي له البيت تدي له درس خصوصي وينقض على حضرتك براحته. يلا في حفظ الله. سلام. يا جماعه، انا والدة الطالب محيي. هو ينفع يجي المدرسه بكره لابس بدله سبايدر مان على صندل؟ مش غاده، انا اسفه بس عبد الرحمن ابني مش عارف الفرق بين الالف وجزء الذره وبين البلس والماينس. هل ابني كده غبي ولا هو بيتكسف من الماس؟ يلا في حفظ الله. السلام عليكم، انا والد الطالب مدحت برضو. هستاذن بس المس، الولد مش هيقدر يجي بكره عشان اتعشينا النهارده لحمه راس، وكل عام وانتم بخير. يا جماعه، انا والد الطالب عبد الرحمن. هو للاسف طلع نوتي بوي وما جابليش هديه في عيد الام، فاي حد يشوفه في الجاردن في السكول يقول له عبد الرحمن بيحب حنان وياخد منه سندوتشاته. يلا في حفظ الله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، يا رب كلكم تكونوا بخير وعيد سعيد عليكم وعلى اولادنا، ويا رب كلنا ناكل كحك بس اولادنا ما يجيبوش في الشهاده كحك.